واش عملوا سوق العسل الزرقاء؟ رحت انا بنحس راسي بنادم. انقذ فيا غرجلي اللي مشات. كلبس بحال هكا باش شي واحد ما يطمع فيا. من الحاجه اللي كنشوفوا مع بنتها وانا ما عندي حتى شي واحد. أنا سميتني دنيا اليوسفي بنت الشماعية، ولكن الوالدة ديالي نكراني وكل شيء، وكاين عندي ثمانية خوت. واش عاملوا سوق العسل الزرقاء؟ وكاين ما كاينش كيديها فيا، ما كاين والو. رحت أنا بنحس راسي بنادم. أول مرة ماشي لطنجة راه كنت كارية، صافي ديك الساعة ملي كنت كارية صافي وانا نطلق الكرة، صافي وانا نمشي نطلق تطوان ويضربني الكاميو، وهذا الكاميو بلي ضربني الكاميو صافي امي والبوليس عمروا ليا وكل شيء. صافي الساعة راه مشبريني لاسيونس وكل شيء، ولكن بيرمي عطاني بلي ضربني تهرت البلاصه ديالي كامله، تهرت وفقدت الذاكره ورجعت ليا. ولكن انا بقات فيا غرجلي اللي مشات. انا كنتمنى ترجع ليا رجلي وحقي تشد. انا شي اللي كنتمنى محقوره من ناحيه بزاف الحوايج، من ناحيه بنادم كيبقى يشوف فيك. انت ما عندك والو، انت عندك الله. كلبس بحال هكا باش شي واحد ما يطمع فيا. كنخاف بالليل، كنخاف على شي واحد يضربني بالمضاد ولا يخسر ليا وجهي. طنجة احسن بلاصه اللي فيها هي حومه الشوك، نقيه وكل شيء. انا ما بغيت والو، انا بغيت شي ناس يتعاونوا معايا تشدوا لي شي ورقة من عند السلطات المحلية، صافي بأنني أكرو ليا. صافي شي اللي كنتمنى. أنا ما بليا ما والو، ما بلياش لا. ودار لقينا لك شي خدمة ولا شي حاجة تخدمي؟ نخدم ولكن رجلي دابا واش رجلك ليك غير مهرسة؟ مهرسة شحال باش تبراي؟ دابا خاص نمشي ندير الكونترول فاش شهر ثلاثة. وعلاش ما مشيتيش؟ خاصني نمشي 30 في الشهر. لا ماما خايبة واعرة صعيبة. كيبقى فيك الحال انك عايشة في الزنقة؟ كيبقى فيا الحال من ناحية بزاف الحوايج، من ناحية هذيك كنشوفو مع بنتها وانا ما عندي حتى شي واحد. انا بغيت الدنيا والو، انا بغيت شي محل بارك. الله يرحم لكم الوالدين وتعاونوا معايا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.